طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. شرع الله تبارك وتعالى النكاح، وشرع سبحانه وتعالى الطلاق، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى يعلم أن البشر يتفاوتون في تفكيرهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وغير ذلك، فقد يتصافى اثنان وقد يتعادى اثنان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والأصل في الزواج أنه سكينة بين الزوجين، وأن روحيهما تتآلفان فتستقر الأمور، ولكن قد يحدث أن تتناكر الروحان، ثم بعد ذلك يعيش الزوجان في جحيم. فشرع الله تبارك وتعالى برحمته الطلاق. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل الطلاق بيد الرجل، لأن الأمر كما يقول أهل العلم لا يخلو من خمسة أمور، لا يخلو من خمسة أمور، سيعيدها حمود علينا إن شاء الله تعالى بعد أن أذكرها. طيب، الأمر الأول أن يكون الطلاق بيد الرجل. الأمر الثاني أن يكون الطلاق بيد المرأة. الأمر الثالث أن يكون الطلاق بيدهما معا باتفاق، لابد من أن يتفقا. الأمر الرابع أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث كالقاضي مثلا، أو وليها أو وليه، المهم طرف ثالث. الأمر الخامس أن يكون لا طلاق، أن يمنع الطلاق أصلا، خلاص تزوجتها تبلش بها إلى أن تموت، وتبلش بك إلى أن تموت، خلاص لا ينفصم هذا العقد، كما هو الحال بالنسبة لطائفة من طوائف النصارى وأظنهم الكاثوليك، يصحح لي الذي عنده علم، ليس عندهم طلاق أبدا، فإن اختلف يعيش حياته وتعيش حياتها كأخوين، وهو ينظر له إلى خليلة أو صديقة وهي كذلك، لكن لا طلاق خلاص إلا بالموت. الأرثوذكس والكاثوليك، الكاثوليك والأرثوذكس، بروتستانت حبيبين شوية سامحين. إيه نعم. طيب، أخونا أبو عبد الله يقول الكاثوليك والأرثوذكس هم الذين ليس عندهم طلاق. على كل حال، إذن هي خمس حالات، ما هي حمود؟ بيد الرجل، بيد المرأة، معا، طرف ثالث، أن يكون لا طلاق. لا يوجد حل سادس، هذه خمسة حلول لا بد أن يختار أحدها. فإن كان الطلاق بيد المرأة فمعلوم أن المرأة عاطفية، ولو كان الطلاق بيد المرأة لهدمت منازل كثيرة بزعل أو غيره، لأن المرأة كما هو معلوم يعني عاطفتها تغلب عقلها. الآن الطلاق بيد الرجل، وحاسة ما يصير شيء إلا قالت إيش؟ طلقني، طلقني، أقل شيء طلقني، فما بالك إذا كان الطلاق بيدها؟ كان كلكم طوالق الآن إلا اللي مو متزوج بس. طيب، فالقصد إذن أن الطلاق بيد المرأة لا يصلح، لا يصلح إذا كان الزواج، لا يصلح أن تكون مسؤولة عن نفسها فقط، فكيف الطلاق يكون
بيدها، هذا أمر. إذن أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث أو باتفاقهما، أن يتفق الرجل والمرأة. فإذا كان هناك خصام بين الزوجين ولا بد أن يتفق على الطلاق، فقد يعاند أحدهما، فالزوج يقول طالق، الزوجة تقول سلامتك ما أطلق لما يطيح اللي براسي، المرأة تقول طالق، يقول الرجل سلامتك لما يطيح اللي براسي، فيكون عناد، فتعيش الزوجة أو الزوج بجحيم، خاصة إذا كان أحدهما معاندا. وما أكثر أصحاب الروس الناشفة هذه الذين يعاندون. أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث وهو القاضي، نقول هذا أيضا لا يصلح، لأن الأصل في عقد الزواج أن يكون مستورا قدر المستطاع، وإذا كان يدخل فيها القاضي فتفضح هذه البيوت، ولن يراعي القاضي يعني ما عندها من الخير أو ما عنده من الخير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني الزوج قد يرى سيئة من زوجته، أو ترى المرأة سيئة من زوجها، فتتذكر الخير الذي أتاها منه فتفوت هذه لأجل تلك، وهكذا الزوج. ولذلك قيل: وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فأما القاضي فهو لا يعرف للزوج محاسن ولا يعرف للزوجة محاسن، وإنما يعرف القضية التي أمامه، فعلت كذا قال طلقها، فعل واضح. فلذلك قد لا يعني يعيش الجو الذي يعيشه الزوجان. ثم قضية فضح البيوت في مثل هذه القضايا، خاصة بعد إذا كنا قاضي والزوجة ستأتي بمحامي ويأتي بمحامي، ما تنتهي هذه المسألة فتفضح البيوت. قضية الرابعة أو الخامسة، أن يكون لا طلاق، وهذا جحيم. تصور امرأة ما سعدت مع زوجها، أو الزوج ما سعد مع زوجته، والله تبارك وتعالى وهي تفرق يغني الله كل من سعته. طيب، أن يكون الطلاق بيد الزوج وهي الخامسة، قد يكون الزوج أحمق لا يحسن استخدام هذا الحق فيؤذي زوجته، أو يطلق بدون سبب، أو يهدد زوجته، إما أن تدفعي لي وإما أن أطلق، وغير ذلك من الأمور، وهذا أيضا وارد. إذن نجد أن جميع الطرق الخمسة كل طريق له إيش؟ محاسن ومساوئ. الشريعة أحيانا تأتي بما هو خير كله، أو أحيانا تأتي بما غالبه الخير. يعني ليس بالضرورة أن تأتي الشريعة إيش؟ بشيء كله خير من كل وجه، لا، قد تأتي بشيء غالبي بالغالب، شيء إيش؟ أغلبي. وهنا لا شك أن أقرب هؤلاء إلى يعني تقليل الشر في هذه القضية أن يكون الطلاق بيد الزوج. طيب، إذن حديثنا اليوم عن كتاب الطلاق. الطلاق تندرج تحته الأحكام التكليفية الخمسة كما هو الحال في الزواج، يعني أن يكون إيش؟ واجبا، مستحبا، مباحا، مكروها، محرما. يكون الطلاق واجبا إذا لوثت المرأة فراش زوجها ولم تتب، فإنه يجب عليه أن يفارقها، وإلا صار ديوثا إذا عاش مع امرأة لوثت فراش الزوجية. وكذلك يكون واجبا الطلاق إذا كان العكس، أن الزوجة كان يعني يلوث فراش الزوجية وقد يصيبها بالأمراض وغير ذلك من الأمور، فيجب هنا الطلاق. وقد يكون الطلاق مستحبا إذا كانت الزوجة تؤذي والديه، فيستحب له أن يفارقها، يستحب له أن يفارقها إذا كانت هي التي تؤذي والديه، فإنه يستحب له أن يطلقها، أو كانت أخلاقها سيئة فيستحب له أن يطلقها. وقد يكون الطلاق مباحا، وهذا تنازعه أهل العلم
في قضية من كانت ذات أخلاق سيئة، فبعضهم يجعله مباحا وبعضهم يجعله مستحبا، فيكون مباحا إذا كرهها، أيضا إذا كره زوجته يباح له أن يطلقها، يعني لسبب، سبب الكراهية أو عدم السعادة معه وغير ذلك من الأمور يباح له أن يطلق. الطلاق الأصل فيه، وهذا هو الأصل في الطلاق، أنه يعني يباح إذا كان لحاجة. الحالة الرابعة أن يكون مكروها، وهو إذا كان بغير سبب. إذا كان الطلاق بغير سبب فإنه مكروه، وقد جاء في الحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث إسناده لكن معناه صحيح. فيكون مكروها إذا كان بغير سبب، ويكون الطلاق محرما إذا قصد به الإيذاء. إذا قصد به الإيذاء فإنه ينتقل إلى التحريم، فيحرم هنا الطلاق. قال المؤلف ابن قدامة أبو محمد رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يصح الطلاق إلا من زوج. الأصل في الطلاق لا يكون إلا من زوج، فلا يصح لي مثلا أن أطلق زوجة غيري أقول لها طالق، إلا إذا كنت يعني وكيلا له في هذا، وكلني. أما بغير التوكيل فالأصل أنه لا يصح إلا من زوج أو من وكله الزوج، فلا يصح الطلاق من غير الزوج، كالأب أو الابن أو الجار أو الأخ أو الصديق أو غير ذلك، لا يصح منهم الطلاق، فلا يقع إلا من زوج، لا يقع إلا من زوج. يعني لو واحد لم يتزوج بعد وقال لمن يريد أن يتزوجها: إن تزوجتك فأنت طالق. والله العظيم هذه خبلة إن وافقت عليه في الزواج، من الحين محضر: إن تزوجتك فأنت طالق. هل يقع؟ لا يقع، لأنه الآن ليس بزوج، ليس بزوج، لا يقع إلا إيش؟ إلا من زوج. طيب، قال من زوج مكلف. المجنون لو طلق لا يقع طلاقه، النائم لو طلق أي وقت النوم هل هو مكلف؟ ها؟ نعم. فالقصد إذن أنه لا يقع الطلاق إلا من مكلف، الصغير لا يقع منه، المجنون لا يقع منه الطلاق لأنهما إيش؟ غير مكلفين. قال مختار، مختار، لو طلق الإنسان بغير اختياره، مثل من؟ مثل الموسوس. الموسوس قد يطلق بغير اختياره. وأنا أذكر لكم قصة موسوس. جاءني مرة شخص قال لي فلان يريد، أو ذكر شخصا لا أعرفه، قال في شخص يريد أن يجلس معك عنده مسألة. قلت طيب حياه. فجاءني بعد صلاة العشاء وكنت في المسجد انتظرته، فجاءني مع صاحبه. نعم. قال أنا يعني جاءني الشيطان وقال لي، طبعا ليس يقصد وسواس يعني، وقال لي امرأتك طالق. فقلت طالق، فهل تطلق زوجتي أو لا تطلق؟ فقلت له ماذا حدث بالضبط؟ قال كنت جالسا مع نفسي فوسوس إلي الشيطان أن زوجتك طالق. قلت طيب بعدين؟ قال فسألت صديقي فقال لي تطلق زوجتك. قلت من هو صديقك؟ من صديقك هذا؟ قال عامل يعمل معي في الجمعية. قلت له ما شاء الله طالب علم؟ قال لا والله لا طالب علم ولا شيء. سألت عامل معي قال تطلق زوجتك. قلت كيف تسأل يعني إنسان لا علم عنده؟ قال هذا اللي صار. قلت طيب وبعدين؟ قال وبعد ذلك لقيت الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فسألته فقال لي لا تطلق. قلت طيب بعدين؟ قالوا بعد ذلك حضرت درسا للشيخ محمد الحمود فسألته فقال لا تطلق. قلت طيب بعدين؟ قال بعدها اتصلت على الأوقاف فسألت الفتوى هناك فقالوا لي لا تطلق زوجتك، لأنه ذكر الطلاق والتحريم، قال طالق وحرام. قال سألت الأوقاف قال لا تطلق ولا تحرم. قلت طيب وبعدين؟
قال بعد ذلك سألت، اتصلت على الشيخ أحمد القطان، قلت طيب ماذا قال لك؟ قال لي لا تطلق. قلت طيب بعدين؟ ثم ذكر شيخا خامسا، قال سألت الشيخ فلان لا أريد أن أذكر اسمه، فقال لي لا تطلق لكن التحريم قد تحرم عليك. فوهقه. قلت بعدين؟ قال بس والآن جئتك. قلت طيب من اللي وراي؟ مرتب، من ستذهب؟ إلى من ستذهب بعدي؟ فقال لا بس آخر شيء. فشاهد الأمر، هذا الإنسان موسوس، هذا الإنسان موسوس غير مختار. لما تلفظ بهذه الكلمة، تصوروا أنتم الوضع اللي هو فيه الآن، كلكم ضحكتم الآن، لماذا؟ وضع غير طبيعي، الوضع غير طبيعي. فمثل هذا تتصورون هل يقع طلاقه؟ قطعا لا يقع. لماذا؟ غير مختار، موسوس، الشيطان وسوس له، أدخل الكلام في رأسه فتلفظ به، فلا يقع طلاقه لأنه غير مختار. كذلك من تكلم هو نائم، كذلك من أجبر على الطلاق. لو جاءك إنسان الآن وقال لك طلق، أنت مو متزوج طبعا، ولا قل لي متزوج بعد، حسب بعد زين. لو جاءني إنسان وقال لي طلق وإلا قتلتك، قلت يا ولد الحلال اتق الله، لماذا تفرق بيني وبين زوجتي؟ قال أبدا، طلق وإلا قتلتك. قلت طالق، تطلق زوجتي؟ ما تطلق؟ جزاك الله خير. لماذا؟ بغير اختيار، مجبر، مجبر على الطلاق هنا. فهذا الطلاق لا يقع، هذا طلاق المكره، طلاق المكره لا يقع، لا يقع. إذا لابد أن يكون إيش؟ أن يكون مختارا، أن يكون مختارا. قال ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل إلا السكران. ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل إلا السكران. زوال العقل له صور كثيرة. زوال العقل قد يكون بالإغماء، بالجنون، بالصرع، بالمخدر الآن خاصة المستشفى أو غيره، أو حتى المخدرات العادية أو السكر، كل هذه إيش أسباب إيش لزوال العقل. قال كل هذه لا يقع طلاق من زال عقله بها إلا من زال عقله بالسكر. لماذا؟ قال لأن المصروع والمريض والمغمى عليه كل هؤلاء والنائم كل هؤلاء زال عقلهم رغما عنهم، إلا السكران فإنه زال عقله إيش؟ باختياره وإرادته، هو الذي أزال عقل نفسه. طبعا يدخل مع السكران إيش؟ مخدرات وغيرها. قال فهذا هو أزال عقل نفسه فيقع طلاقه. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يقع طلاق السكران أو لا يقع؟ القول الأول أنه لا يقع طلاق السكران، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قالوا فهذا لا يعلم ما يقول، فهذا إيش؟ لا يعلم ما يقول، فيدخل تحت إيش؟ مختار، هذا غير مختار للألفاظ التي تلفظ بها. قالوا فلا يقع طلاقه لهذا السبب. قالوا ولما جاء، من الذي وقع منه الزنا؟ ما اسمه؟ ماعز، نعم. يقول لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زنيت، فقال لعلك شربت شيئا. طيب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عذره بكونه إيش؟ شرب شيئا، لعله سكران أو كذا، فدل على أن كلامه غير معتبر السكران. قال وقد وقع لحمزة رضي الله عنه أنه يعني كان قد سكر، كان قد سكر، فأخذ شارفا لعلي، ناقة لعلي رضي الله عنه، وهي أول ناقة يمتلكها علي رضي الله عنه من بدر، فأخذ هذه الناقة فذبحها، نحرها، ثم أخرج قلبها هكذا بس. فلما رأى علي ناقته دمعت عينه رضي الله عنه،
أول مال عنده عمه قضى عليه، لكن عمه ماذا يقول له؟ فذهب يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة عنده هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إن حمزة فعل كذا وكذا بشارفي. فذهب النبي إلى حمزة، فلما دخل عليه النبي وإذا حمزة سكران، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك يا حمزة؟ فالتفت حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ لا يدري ما يقول. تصور واحد يقول هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر. لكن عذره النبي صلى الله عليه وسلم للسكر، فقال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فالنبي عطاه ظهره ومشى صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم معه، تركه. قالوا: فهذا كله يدل على أن السكران إيش؟ معذور بهذا. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن السكران يقع طلاقه، قالوا: لأنه هو الذي اختار هذا. ثم قالوا: عجيب، يعني هم سكران ونكافئه، نقول لا يقع طلاقك فنكافئه على هذا. على كل حال، الصحيح أن السكران لا نكافئه إنما نعاقبه بالجلد كما هو معلوم. يجلد السكران 40 جلدة على سكره، لكن هذه ليست مكافأة. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن طلاق السكران فيه تفصيل. إذا بلغ به السكر بحيث إنه لا يدري ما يقول فإنه لا يقع. وأما إذا كان سكران ويدري ما يقول، خاصة باسم المدمنين، المدمن قد يشرب الخمر ولا يؤثر فيه تأثيرا كاملا، بحيث أن عقله يكون إيش؟ يكون معه. فإذا كان عقله معه ولو كان سكران فإنه يقع طلاقه، وإن كان عقله ليس معه فلا يقع طلاقه. إذن العبرة بإيش؟ بالعقل، بالاختيار. فإذا كان العقل موجودا وقع طلاقه، وإذا كان العقل غير موجود لم يقع طلاقه. طيب، الهازل هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ الهازل الذي يقول ذلك على سبيل الهزل، هل يقع طلاقه أو لا؟ في تفصيل لأهل العلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الطلاق أو الناس مع الطلاق على 4 أحوال. إما أن يقصده، يقصد الطلاق في قلبه ولكنه لا يتلفظ به، لا تكلم عن الهازل الآن، تكلم عن عموم الناس. يقول: واحد نوى أن يطلق زوجته، رأى موقفا، سمع كلاما، اللي يكون، قرر أن يطلقها وعزم على ذلك، وقال في نفسه: خلاص راح تطلق المرأة، لكنه لم يتلفظ. وإن نوى الطلاق هل يقع طلاقه؟ لا يقع، لا يقع. الحالة الثانية هي أن يقصد الطلاق ولكنه لم لا يقصد الطلاق، لا يقصد الطلاق ولم يتلفظ به، طيب، ولا نواه، لم يتلفظ به ولا نواه، هل يقع طلاقه؟ لا يقع طلاقه كذلك. طيب، إن تلفظ به في هذه الحالة، تلفظ بالطلاق ولم ينوه، تلفظ بالطلاق ولم ينوه، لا يقع طلاقه، لم ينوي الطلاق، لم ينوي الطلاق، طيب، وتلفظ به، انتبهوا، تلفظ به، قال طالق ولم ينوي الطلاق، هنا ينظر. إذا كان قال هذا حالة نومه أو سكره، اللي قلنا قبل قليل، اللي هو قلنا إيش؟ غير مسؤول عن ألفاظه، لا يقع طلاقه. وأما إذا قصده، قصد الطلاق، طيب، قصد اللفظ، قصد لفظ الطلاق، طيب، وقصد الحكم ولكنه قاله على سبيل إيش؟ سبيل الهزل، سبيل الهزل، فهذا إيش؟ يقع طلاقه، يقع طلاقه، لأنه أتى بإيش؟ أتى بلفظ الطلاق. وأما إذا لفظه وقصد الحكم، هذا واضح، قالها أنت طالق وهو يريد الطلاق، هذا إيش؟ تطلق زوجته. إذا انتبهوا، أعيد مرة ثانية: شخص نوى الطلاق وعزم عليه ولم يتلفظ به، لا يقع طلاقه. آخر تلفظ بالطلاق ولكنه إيش؟
لم يقصده، لم يقصده لعذر، عذر إيش؟ النوم أو السكر أو الصرع أو غير ذلك من الأمور، فإنه إيش؟ لا يقع طلاقه. شخص تلفظ بالطلاق وقصده وأراده يقع، شخص قاله وقصده ولكنه إيش؟ على سبيل الاستهزاء والهزل والغشمرة يقع طلاقه، يقع طلاقه. طيب من قاله بدون قصد؟ أريدك أن تتصوروا الأمر الآن، أقول لكم قصة وأنتم تتصوروا الأمر. امرأة جاءت لزوجها فقالت له أريد أن أتكلم بكلام، تقدر تقول مثلي ولا ما تقدر؟ تعرف تقول مثلي ولا ما تعرف؟ قال أعرف، يلا قولي. قالت طيب يلا قول، طين دارنا من طين دار طوق وطين دار طوق من طين دارنا. قال نعم، قالت طين دارنا من طين دار طوق وطين دار طوق من طين دارنا، قولها. حاول حاول ما مشت معه. قال لها زين، قالت له زين أعطيك واحدة ثانية أسهل. غط غدا عطى لجع عطى من البطة فتش الغطا وعط عطى غدا. قال لا صعبة. قالت زين أعطيك واحدة ثالثة. أنت طالق أنت طالق أنت طالق بسرعة، واللي يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. قالت بس مشكور. واضح؟ جرتها بالحكي زين شوي شوي لين قال أنت طالق. طيب هذا تلفظ، ها تلفظ، تلفظ بالطلاق. سكران مجنون مصروع؟ لا أبدا. طيب هل أراد الطلاق؟ لم يريد الطلاق. ها ما أدري. طيب هل تطلق زوجته؟ طيب مش اصبر شوي، يقولون القانون لا يحمي المغفلين، دير بالكم. طيب الآن الذي يقول تطلق زوجته يرفع يده، واحد فقط، اثنان. طيب الذي يقول لا تطلق زوجته يرفع يده، ما شاء الله. يمكن لو روح للنساء الآن كلهن يرفعن أيديهن تطلق زوجته، يعني أنتوا الآن فزع للرجل ولا شنو؟ ولا مع الحق؟ أنتم مع الرجل ولا مع الحق؟ زين شوي. طيب الصحيح لا تطلق زوجته، لا تطلق زوجته لأن جرته بالكلام ولا يقصده ولا يريده، لا يقصده ولا يريده، فلا تطلق زوجته في مثل هذه الحالة. طيب طيب لو طلق حالة الغضب هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ لو طلق حالة الغضب، طيب قلنا اليوم ما في بيربونت، ما في ساعة بعد، جزاك الله خير أشوف الوقت بس الله يجزاك خير. طيب لو طلق زوجته حالة الغضب هل يقع طلاقها أو لا يقع؟ تفصيل نفس السكران. نعم، هو ما في إنسان يطلق زوجته وهو مستانس. يعني تصور أنت ترجع إلى البيت أو يرجع الرجل إلى بيته وإذا زوجته تستقبله بتلك النفس الطيبة والكلام الطيب وقد تنظفت له ثم تحضر غداءه وتغسل قدميه، طيب ثم تمسح العرق عن وجهه، يقول والله ما أجد امرأة مثلك، والله أنت عجيبة، يلا روح أنت طالق. هل يعقل هذا؟ لا يعقل، لا يعقل. فعادة الرجل لا يطلق إلا وهو إيش؟ زعلان، أغضبته على شيء فطلقها. فقضية أن الإنسان يقول لا يقع طلاق الغضبان على إطلاقه غير صحيح، غير صحيح، لأن الأصل في الذين يطلقون لا يطلقون إلا في حالة إيش؟ حالة الغضب. فقضية أنه لا يقع طلاق الغضبان غير صحيح أبدا، يقع طلاق الغضبان، ولكن الغضبان الذي يبلغ به الغضب أنه لا يدري ما يقول، وهو ما يسمى إيش؟ إغلاق، إغلاق، أغلق عليه، ما قام يشوف مثل ما يقولون. حتى إن البعض يقول حتى أنه إذا سئل بعد ذلك يقول لا أدري ماذا قلت. هذا المقصود بالغضب الذي لا يقع معه الطلاق، أن الرجل يقول لا أدري ماذا قلت، فيسمى الطلاق إيش؟
الغضبان الذي لا يقع. طيب انتبهوا، مسألة مهمة جدا الآن. لو المرأة، وعبد الرحمن لك السؤال، لو المرأة جاءت لزوجها وقالت له طلقني، قال اذكري الله يا مرأة، اذكري الله، قالت طلقني، قال اذكري الله يا مرأة، على سبيل تافه مثلا، قال اذكري الله يا مرأة وتعوذ من إبليس، قالت تدري ليش ما طلقتني؟ قالت ما انت ريال، ما انت قدها، اتحداك تقولها. واضح لها؟ انت لست رجلا اصلا ولا تستطيع ان تتلفظ بهذه الكلمة. قالت اتق الله، انا رجل واستطيع، لكن هذا غلط. قالت لأبد خسه، اتحداك انك تتلفظ بها، لو كنت رجلا لقلتها. قال انا رجل بس لن اقولها. جبان. طيب عطته من هالكلام اللي سم البدن، انتفخ الرجل، قال طالق انت وابوك واهلك وذريتك، وطلقها. يقع الطلاق عبد الرحمن؟ يقع الطلاق. نعم، الذي يقول يقع يرفع يده. طيب انزل يده. الذي يقول لا يقع يرفع يده. طيب من اللي عنده تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ قفل؟ ايه نعم. بعض اهل العلم يرى انه يقع، وبعض اهل العلم يرى ان هذا مكره، اكراه ادبي، يقولون مكره اكراه ادبي، يعني اكرهته زوجته بمثل، وهذا الذي تميل اليه النفس، ان هذا مكره، انه ما قاله عن اختيار، وإنما استفزته 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 حتى إيش؟ حتى تلفظ بهذه الكلمة ولا يريدها، ولكن حصل إيش؟ إكراه، لكن بصورة غير، يعني غير صورة الإكراه التي نعرفها بالسيف أو بالسكين أو بالمسدس أو ما شابه ذلك، ولكن هذا إكراه أدبي أجبرته على قول ما لا يريد. وهذا هو الصحيح، أنه لا يقع طلاقه، هذا مكره، هذا مكره ولا يقع طلاقه. طيب قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويملك الحر 3 طليقات والعبد 2، سواء كان تحته حرة أو أمة، فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأت رفاعة، لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. الحر له 3 تطليقات والعبد له تطليقتان، لأن لا يمكن التنصيف هنا، قال تطليقة ونصف مثلا، فأعطي تطليقتين. وكان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن الحر والعبد في ذلك سواء، يعني يملكان 3 تطليقات ولا وجه للتفرقة بين الحر والعبد، ولكن الذي عليه المذهب وأكثر أهل العلم أن العبد على النصف من الحر في كل شيء من هذه الأمور، في الزواج والطلاق وغير ذلك، أن العبد على النصف من الحر، وحتى في الحيض وكذا الأمع على النصف من الحر. وكان شيخنا يرى أنه لا فرق بين العبد والحر في تلك الأمور. طيب قال: ويملك الحر 3 تطليقات والعبد 2، سواء كان تحت حر، فمتى استوفى 3، يعني طلق زوجته ثم أرجعها في عدتها، ثم بعد مدة طلقها وأرجعها في عدتها، ثم بعد مدة طلقها، بغض النظر عن المدة، يعني طلقها اليوم وانتظر 4 سنوات ثم طلقها بعد ذلك، ثم ارتضر 2 ثم طلقها 3، المهم أن 3 تطليقات إيش؟ منفصلة بينها أي أيام أو سنوات أو شهور اللي يكون، المهم أن التطليقات إيش؟ منفصلة عن بعضها. فقال هنا: تقع 3 تطليقات ثم بعد ذلك تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهذه يسمونها البينونة إيش؟ الكبرى، تبين منه، تبين تنفصل منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره على سبيل الاستقرار والاستمرار. وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة طلقها زوجها 3 تطليقات،
فتزوجت من رجل ثم طلقها الرجل قبل أن يأتيها، قبل أن يجامعها، فقالت: يا رسول الله، طلقني زوجي، أرجع إلى زوجي الأول أو طلقني الثالثة؟ قال: لعلك تريد أن ترجع إلى رفاعة، يعني زوجك الأول، لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. لأن المرأة هنا إذا طلقت من زوجها التطليقة الثالثة يدل على ماذا؟ هذا إن لا يصلح لها ولا تصلح له، أو أحدهما لا يصلح للآخر. كون ثلاث مرات يقع الطلاق بينهما معناته إيش؟ الحياة غير مستقرة. فلذلك حث الشارع على أن تتزوج غيرها على سبيل إيش؟ الاستقرار والاستمرار، لا أن ترجع لو بيطلقها الرابعة والخامسة خلاص، لأنه تعود على ذلك. قد لا يقع هذا الأمر لكن قد يقع أيضا. فلذلك الأصل أن تتزوج غيره على سبيل إيش؟ الاستقرار والاستمرار مع الثاني. أما على طريق الحيلة للرجوع إلى الزوج الأول فهذا حرمه الشرع، حرمه الشرع، فلا يجوز لها إلا أن تنكح غيره بنية إيش؟ حياة جديدة، حياة جديدة معها، وهو إن شاء تزوج أو لم يشأ كيفه، لكن هي لا ترجع له إلا إذا تزوجت غيره على سبيل الاستمرار والاستقرار. لكن قدر الله أنه مات أو قدر الله أنه طلقها فرجعت إلى زوجها الأول فلا بأس، لكن أهم شيء لا يكون هناك اتفاق ولا نية سيئة للرجوع إلى الزوج الأول حيث تفسد حياة زوجها الثاني تريد أن ترجع إلى الأول، فإن هذا محرم لا يجوز. طيب، قال: ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو في طهر أتاها فيه، لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، أي في هذا الطهر. الطلاق نوعان عند أهل العلم، أو نكمل كلام ابن قدامة ثم بعد ذلك نذكر المسألة هذه. قال: والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. الطلاق يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين، إلى طلاق سني وطلاق بدعي. عندنا طلاق سني وطلاق بدعي، ولما نقول طلاق بدعي نقول طلاق محرم، هذا معنى الطلاق البدعي، يعني المحرم، الطلاق المحرم. إذن عندنا طلاق بدعي يعني إيش؟ محرم، وطلاق سني. الطلاق المحرم أربعة أنواع: الطلاق المحرم غير الطلاق بقصد الإضرار، نتكلم عن وقت الطلاق ولفظ الطلاق. الطلاق المحرم أربعة أنواع: النوع الأول أن يطلقها وهي حائض، أن يطلقها وهي حائض، هذا طلاق بدعي محرم. وجمهور أهل العلم على أن النفساء والحائض حكمهما واحد، فيكون أيضا طلاق النفساء إيش؟ بدعيا محرما. النوع الثالث من الطلاق أن يطلقها في طهر مسها فيه. الثاني النفساء، طلاق النفساء. الثالث أن يطلقها في طهر جامعها فيه، يعني رجل طهرت زوجته من الحيض، بعد يومين مثلا جامعها، بعد يومين غضب عليها أو تضايق منها فقال لها: اذهبي وأنت طالق، في طهر جامعها فيه، فهذا طلاق بدعي محرم، هذا طلاق بدعي محرم. الطلاق الرابع أن يطلق أكثر من واحدة في مجلس واحد، أن يقول لها مثلا: طالق طالق، أو طالق مرتان، أو طالق طالق طالق، أو طالق بالثلاث، أو طالق بالألف، وإذا كان زعلان طالق بعدد نجوم السماء. طيب، يعطيها هكذا، يعني بما يكفي نساء العالمين، يطلقها بأكثر من ثلاث، يعد بعضهم يقول طالق بالعشر، طالق بالألف، طالق بعدد نجوم السماء، طالق بعدد شعر رأسك، طالق بعدد رمل عالج، المهم أن يزيد عن إيش؟ عن واحدة.
فما زاد عن واحدة في مجلس واحد فهذا طلاق بدعي محرم. طلاق بدعي محرم. إذن أربعة أنواع، ما هي؟ لا لا طالع، حائض، نفثاء، في طهر جامعها فيه، أن يطلقها أكثر من واحدة في مجلس واحد، هذا الطلاق يقال له الطلاق البدعي المحرم. واختلف أهل العلم فيه، هل يقع هذا الطلاق البدعي أو لا يقع؟ على قولين. الذي عليه جماهير أهل العلم وهو قول المذهب طبعا، أن الطلاق البدعي يقع مع الإثم، يعني يأثم هذا الذي طلق طلاق البدعة، يأثم ويقع، فقال تطلق في حيضها وتطلق في نفاسها وتطلق ثلاثا أو أكثر أو أقل حسب الذي تلفظ به، وتطلق إن كانت في طهر جامعها فيه وهو آثم. فالجمهور على أنه يقع مع الإثم، يرون أنه يقع مع الإثم. والدليل على أن هذا الطلاق محرم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لاستقبال عدتهن، لأن هذا الطلاق يطيل عليها المدة، يطيل عليها المدة، لأن إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تبدأ المدة طبيعية، أول ما تحيض ثم تحيض ثم تحيض خلاص انتهى، لكن لما يطلقها في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه المدة ستطول عليها، المدة إيش؟ ستطول عليها. فلذلك صار هذا الطلاق محرما. وقد ذكرنا إن كنتم تذكرون في الخلع أنه يجوز أن يخالعها في حيض أو في نفاس، لماذا؟ هي التي تريد، هي التي فلم يتضرر والزوج لا يتضرر، فلذلك قالوا إيش؟ أنه يجوز له أن يخالعها كذلك. على كل حال نعود الآن لموضوعنا. ذهب الجمهور إلى أن هذا الطلاق يقع مع التحريم، إلى أن هذا الطلاق يقع مع تحريمه، أي حرام ويقع، حرام ويقع. والدليل على أنه يقع قالوا أولا حديث ابن عمر، وذاك أنه وقع من ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض، طبعا قبل أن يعلم بالحكم طلقها وهي حائض. طيب هل يعذر إذا كان لا يعلم بالحكم؟ يعذر من حيث الإثم، لكن من حيث الحكم ما له شغل. طيب فطلقها وهي حائض، قالوا فعدها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض طرق الحديث وعدها علي طلقة، قال وعدها علي طلقة. قالوا كذلك في بعض روايات الحديث قال مره، يقول لعمر مره فليراجعها، ولو كان الطلاق لا يقع ما يحتاج يقول فليراجعها لأنه أصلا إيش لم تقع أصلا الطلقة. قالوا فقوله مره فليراجعها دليل على ماذا؟ دليل على وقوعه. قالوا كذلك نقل ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم أن الطلاق في حال الحيض أو النفاس أو كأنه يقع، قالوا هذا إجماع. طيب قالوا كذلك تحريمه لا دخل له بوقوعه، الظهار محرم ويقع ولا لا؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور، ويقع الظهار. قالوا فما المانع أن هذا حرام ويقع، لا تلازم بين كونه حراما أنه لا يقع، ما في تلازم، يقول حرام ويقع ما المانع من هذا؟ قالوا كذلك ثبت عن ابن عمر نفسه بعد ذلك أنه كان يفتي بوقوعه، أن ابن عمر كان يفتي بوقوعه وهو صاحب إيش؟ صاحب هذه القضية. قالوا كذلك الذين يقولون طلاق الثلاث لا يقع، يعني لو واحد قال لزوجته أنت طالق بالألف حد زعلان، ها زعلان حيل، قال لها طالق شنو؟ بالألف أو بالثلاث أو بالأربعة اللي يكون مهم أكثر من واحدة. طيب ماذا يقول المخالفون لهذا القول؟ يقولون يقع واحدة، يقع واحدة. يقول لا، أنتم طالما أنك تقولون طلاق بدعي ولا يقع، ما يقع إيش؟ ولا واحدة، ولا واحدة. هذا يعني يقول تحكم، على أساس يقع واحدة؟ يا أنه يقع يا أنه لا يقع. أما تجعلونه يقع واحدة أن تقولون بدعي، بدعي ما يقع، خلاص إذن يلغى. فأما قضية أنه يقع واحدة الطلاق الثلاث
والحائض لا يقع، يقول هذا تحكم لا نقبله. إذن هذا قول الجمهور، قالوا إذن طلاق الثلاثة إيش يقع ثلاثا، هذا القصد. يعني لو جاء رجل وقال زوجتي أنت طالق بالثلاث تطلق تحرم عليه، أو قال لها أنت طالق 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 تقع ثلاثا، قال لها طالق بعدد نجوم السماء تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره وهكذا، فيرون أن الطلاق الثلاث إيش يقع. القول الثاني وهو قول ابن تيمية وابن القيم واختاره شيخنا ابن عثيمين أنه لا يقع، أنه لا يقع ثلاث، البدعي بشكل عام قالوا لا يقع، فإن طلقها وهي حائض قالوا لا يقع الطلاق أصلا، لا يقع الطلاق، وإن طلقها وهي نفساء قالوا لا يقع الطلاق، إن طلقها في طهر جامعها فيه قالوا لا يقع. طيب وإن طلقها ثلاثا قالوا تقع واحدة، تقع إيش واحدة. ما الدليل؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال فهو رد، فنص النبي أنه مردود لأنه طلاق بدعي، والأصل الطلاق البدعي إيش لا يقع. كذلك قالوا الطلاق البدعي مثل، يعني لأنه منهي عنه، قالوا مثل البيع وقت صلاة الجمعة، لو باع رجل وقت صلاة الجمعة وهو منهي عنه قالوا أنه يقتضي الفساد، فلو باع إنسان وقت صلاة الجمعة من تجب عليه الجمعة قالوا لا يصح بيعه. قالوا كذلك الذي يطلق طلاق البدعي المنهي عنه لا يقع طلاقه لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، قالوا فلا يقع طلاقه أصلا. قالوا في بعض روايات حديثه، المشكلة كلها في روايات حديث ابن عمر، في بعض روايات حديث ابن عمر طيب أنه فيه فلم يرها شيئا، قال فردها عليه ولم يرها شيئا، لم يرها شيئا، قال لم يرها شيئا معناته إيش؟ ما حسبت. قالوا يعني إيش ما حسبت، هذا معنى لم يرها شيئا. قالوا ثم الآية صريحة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في استقبال عدتهن، وهذه مخالفة للنص القرآني، هذه مخالفة للنص القرآني. ثم قالوا تعالى الآن لو رجل طلق غير زوجته هل يقع؟ ها؟ لو أنا طلقت زوجتك يقع؟ ما يقع. طيب لماذا لا يقع؟ ها؟ لأنك مو متزوج، صح؟ ندور لواحد متزوج، لو طلقت زوجتك يقع؟ لا يقع. لماذا؟ لأنه وقع من غير زوج، وقع في غير محله، وقع في غير محله. يقول تعالى الآن عندما نأتي لرجل طلق زوجته قال لها أنت طالق، الآن إيش حكمها؟ الآن هي طالق، فلو جاء مرة قال أنت طالق قالت أدري أدري توك طلقت، قال لا طالق طالق ثلاث مرات قالت لا، تقول طالق بعدين رجعني ثم طلق ثم رجعني ثم طلق، حتى يقع الطلاق على إيش؟ على زوجة. الآن هي أصلا إيش؟ قال هي مطلقة أصلا، فالكلام الذي يزيد على الواحد يعتبر إيش؟ قال يعتبر لغوا، لأنه وقع على غير محلي، هي أصلا طالق، هي أصلا طالق، فالكلام جاء في غير محله. فإذا أردت أن تطلقها الثانية فعليك إيش؟ أن ترجعها ثم تطلقها ثم ترجعها ثم تطلقها. واضح إن شاء الله تعالى؟ نعم. فإذا قالوا طلاق ثلاث لا يقع. إذن يقول الآن أعطيكم، نعطيكم مثالا. الآن من قال لا إله إلا الله، لا أذكر، أعطيكم واحدة ثانية أوضح. لما واحد يقول لك أذكر الله تقول لا إله إلا الله، لا إحنا الكويت نقول لا غير، نقول ألف من ذكره ما ذكره، صحيح؟ لما تقول له قل لا إله إلا، قال ألف من ذكره ما ذكرته، واضح؟ وين حطيت ألف لك ما ذكرته. فلما واحد يقول لا إله إلا الله عشر مرات وقعت عشرة ولا تقع واحدة؟ واحدة. لما تقول لا إله إلا الله عشر مرات تقع إيش؟ قال تقع واحدة. قال فكذلك لما يقول طالق عشر مرات قالوا أيضا تقع إيش؟ تقع واحدة، تقع واحدة. قالوا وأصرح من هذا حديث ابن عباس في مسلم أنه قال كان الطلاق على زمن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث يقع واحدة، وفي خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر.
فلما رأى عمر أن الناس صاروا يتساهلون فيه أمضاه. هذا أمر تساهل فيه الناس فأرى أن أمضيه فأمضاه عمر عليهم. فقالوا عمر هو الذي أمضاه بدليل حديث ابن عباس أنه في زمن النبي كان يقع واحدة وفي زمن أبي بكر كان يقع واحدة. في زمن عمر أيضا في صدر من خلافته كان يقع إيش؟ واحدة. قالوا هذا دليل صريح في هذه المسألة أنه لا يقع إلا واحدة. طيب الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى قول الجمهور وأن الثلاث يقع ثلاثا، وطلاق الحائض يقع، وطلاق النفساء يقع، وطلاق ما طلقها زوجها في طهر جامعها فيه يقع على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. وهنا قاعدة ذكرها الشاطبي وذكرها شيخنا وذكرها غيرهم من أهل العلم، غيرهم من أهل العلم يقولون لا تخالف قول الجمهور إلا إذا كان معك دليل إيش؟ قوي فعلا قوي، وإلا الأصل أن الحق مع الجمهور. هذا هو الأصل أن الحق يكون مع الجمهور. وهنا الصحيح قول الجمهور وأن طلاق البدعي يقع مع الإثم، أي يأثم هذا الذي تلفظ بالبدعة وهو الذي طلق وهي حائض أو طلق وهي نفسة أو طلق في طهر جامعها فيه أو طلق أكثر من واحدة في مجلس واحد أنه يقع مع الإثم. وأما أدلة من قال أنه لا يقع فجميعها يمكن الإجابة عنها، يعني قضية أن التحريم ويقع ما النهي ليس على كل حال يقتضي الفساد، وهذه مسألة يعني أصولية، يعني في مسائل كثيرة هم يقولون أصلا طلاق الثلاث حرام ويقع واحدة، هم خالفوا هذه القاعدة. وكذا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد كذلك. وأما قضية ابن عمر فالصحيح المشهور من رواية ابن عمر أنها عدها عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نص صريح في المسألة. وأما قضية أنه من قال يعني لزوجتي أنت طالق بالثلاث وهي أصلا زوجته ولم يرجعها، نقول الرجعية زوجة، الرجعية زوجة، فإن أوقع عليها الطلاق فيقع عليها الطلاق لأنها زوجة، ولكنها زوجة معلقة، ولكنها زوجة، هو أوقع الطلاق على زوجة أصلا. ويبقى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم، ذهب كثير من أهل العلم لأنه يعني أخطأ فيه طاووس راوي هذا الحديث عن ابن عباس، وذلك أن جل تلاميذ ابن عباس يعني يروون عنه خلاف ذلك، وأن الثلاث ثلاث، أن الثلاث تقع ثلاثا، وأخطأوا في هذا طاووسا، وأنه أخطأ لابن عباس في هذا الحديث. وهذا ما ذهب إليه أحمد والبخاري وغيرهما من أهل العلم أن هذا الحديث أخطأ فيه طاووس على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن ابن عباس وعن أبيه. على كل حال الصحيح في هذه المسألة قول الجمهور وهو أن طلاق البدعي يقع مع الإثم، أن طلاق البدعي يقع مع الإثم، والله أعلم. طيب قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى، طيب هذا الطلاق البدعي، الطلاق السني، الطلاق السني هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، هذا الطلاق السني، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، يعني واحد غضب من زوجته أو خلاص لا يريد أن يستمر معها، انتظر حتى حاضت، فلما حاضت بعد يومين من طهرها من الحيض قال لها فلانة أنت طالق، بس كلمة واحدة، هذا هو الطلاق السني، أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. تصوروا الآن لو التزم الناس هذه السنة كيف تكون نسبة الطلاق جدا. هل تعلمون، أنا ما عندي إحصائية حقيقة لكن هكذا أسمع، يعني هل تعلمون أن 90% من الطلاق اليوم طلاق بدعي؟ 90% من الطلاق اليوم بين الناس طلاق بدعي، ولو كانت القضية بالتشهي لقلنا أن الطلاق البدعي لا يقع، لأن فعلا ستحل مشكلة كبيرة جدا بين الناس الآن، أكثر طلاق الناس بدعي، لأن الرجل الآن إذا طلق يطلق، لأن الآن يريد أن يطلق لا ينتظر حتى يعني يذهب الغضب أو يعني تنتهي الأمور أبدا. الآن لو قدر أن الإنسان يريد أن يطلق زوجته كم عنده من وقت بالشهر؟ الآن المرأة حائض وعملت له مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، قال لها جيبي لي ماي، قالت له مالي خلقك،
هذه عنده من كبائر الذنوب الآن. قال مالك خلقي إيش حكم تزوجك أنا؟ روحي وانتي. قالت حائض دير بالك. إيه حائض طالبة علم وهقته. قالت له حائض بدعي. قال خير إن شاء الله. متى تطهرين؟ قالت 3-4 أيام. خش هلك أصلا 4 أيام ما طلقت. بعد ساعة نسى، من بكرة نسى، ضحك معاها وتغشمر وكذا، راحت السالفة خلاص لن يطلق. فما بالك إذا فعلت له ذلك في طهر جامعها فيه، في طهر جامعها فيه. قال له أنت؟ قال أصبر البارحة جامعتني، أصبر أنا الآن في طهر جامعتني فيه بدعي يا مبتدع. قال لا لحظة لحظة لحظة. لن أطلق. فيصبر، يصبر كم يوم الآن؟ 23 يوم. واضح ولا لا؟ زين أطل لن تحيض. حاضت، لا احملت زين، حاضت. فلما حاضت قال ها الحين؟ قالت لا بعد باقي 6 أيام واضح لين أطهر من الحيض حتى يجوز لك أن تطلقني. تصوروا الآن سيهدأ. هل تعلمون أن جل، لا أقول كل، جل الذين يطلقون يندمون بعد نصف ساعة، نصف ساعة بس يندمون على الطلاق. ايش قلت أنا؟ الله يهديك، هي حدتني، أقول لها سوي كذا ما تسمعك. لو كان طالب علم هذا الإنسان ويرى أن الطلاق حرام مهما فعلت لا لا يطلق، حرام، ما أقع في الحرام لأجلك. يقول اصبري. فإن صبر، أنا ما أقول نص ساعة، صبر أياما الآن. لو صبر أياما هل سيطلق؟ لن يطلق. هل هي ستطالب؟ لن تطالب بالطلاق، خلاص انتهى الأمر، هدأت الأمور. وإذاك لو التزم الناس السنة لقلت نسبة الطلاق إلى شيء غير طبيعي أبدا لو التزم الناس. وأنا أطلب منكم الآن أن تنشروا هذا الأمر بين الناس، وأن هذا الطلاق البدعي يعني محرم، الناس يرتكبون جريمة الكبائر، البدعة كبيرة. فلو اتقى الناس ربهم تبارك وتعالى ولم يطلقوا للبدعة لا حلت مشاكل كثير من البيوت حقيقة. فالطلاق البدعي محرم ولا يجوز رجل أن يعني ينزله على زوجته. فينتظر حتى تطهر، أو حتى إذا جاءها في هذا الطهر حتى تحيض ثم تطهر من الحيض، فتقل نسبة الطلاق كثيرة حقيقة. إذن الطلاق السني أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه. كم عندك من الأيام لتطلق؟ يمكن يوم أو أقل. أكثر المتزوجين الآن إذا حاضت الزوجة لا يأتيها، لكن بمجرد أن تطهر قد يأتيها في نفس الليلة أو يأتيها من غد. فكم عنده في الشهر حتى يطلق؟ يوم أو يومان فقط، يوم أو يومان، بعد ذلك يمتنع من الطلاق. هذا نتكلم عن المرأة غير الحامل. طيب، إذن طلاق السنة أن يطلق تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل. طلاق الحامل سني، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر طلقها حاملا أو حائلا، طلقها حاملا أو حائلا. حائل يعني غير حامل لكن في طهر لم يجامعها فيه، طلقها حامل أو حائل. فطلاق الحامل طلاق سني. طيب، قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر، هذا قرأناه ولا لا؟ نعم. أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدع حتى تنقضي عدته، هذه هي، هذا هو طلاق السنة. فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضه، لأن قال لها طالق للسنة. واضح؟ هذا حريص وده أنه يطلق بس هي إيش؟ حائض، ويخاف أنه يغير رايه. هي حائض الآن وما يبي يغير رايه، يد تقص عليه بسرعة هي، والآن فرصته، الآن متحمس للطلاق ويريد أن يطلقها، وهي طالبة علم قوية هي. فقال لها أنت؟ قالت
ما أنصحك. ليش؟ قالت في طهر جامعتني فيه أو حائض ما تقدر تطلق. قال زين أنت طالق للسنة. ماذا يعني طالق للسنة؟ عند ابن قدامة طالق للسنة يعني بمجرد أن تطهري أنت طالق. خلاص هديتها أطلقتها خلاص، هي كلها قضيت إيش؟ قضيت وقت وخرجت الكلمة منه. يقول يقع الطلاق بمجرد إيش؟ أن تطهر من حيضها يقع الطلاق، لأنه قال إيش؟ طالق للسنة. واضح ولا لا؟ نعم. يقول وإن قال لها أنت طالق للبدعة، أنت طالق للبدعة، يعني جاء أغضبته زوجته فقال أنت، قالت لا، قال شنو؟ قالت حائض. قال ولو، قالت لا حرام. قال ولو، حس ان هذا ايش؟ قفل. قالت لا ما يجوز مبتدع. قال مبتدع ولا قعد معاك طالق. واضح لا؟ اذا طلقها ايش؟ قال طالق للبدعة، قال طالق للبدعة، تطلق على ما اراد، تطلق على ما اراد. اذا يكون وقع في الحرام وطلقت زوجته. طيب قال فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة التي لم تحض والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. يعني واحد زوجته حامل، ابن قدامة يرى أن هذا طلاق عادي لا بدعي ولا سني، وبعض أهلهم يرى أن طلاق أنه طلاق سني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر طلقها حاملا أو حائلا، فيسمونه طلاقا سنيا، وبعضهم لا يسميه طلاقا سنيا، لكن المهم أنه يقع عند الجميع. لو قال لزوجتي أنت طالق وهي حامل يقع الطلاق، وبعضهم يسميه سنيا وبعضهم يقول لا سني ولا بدعي. كذلك التي أيست من الحيض، أيس من الحيض، عمرها 50 سنة 55 سنة ما تحيض خلاص انقطع حيضها، قالوا كذلك هذه إيش؟ لا بدعي ولا سني، لأن المرتبطة بالحيض نتكلم عن طلقة واحدة، نتكلم عن إيش؟ طلقة واحدة، فهذا لا يسمى طلاقها سنيا ولا بدعيا. كذلك التي لا تحيض صغيرة، واحد تزوج واحدة عمرها 9 سنين بعد ما بدأ عليها البلوغ ما حاضت ما بلغت فطلقها، كذلك هذه طلقها لا يقال له سني ولا يقال له بدعي. طيب يقول فمتى قال لها أنت طالق للسنة أو البدعة طلقت في الحال، لأن ما فيها سنة ولا فيها بدعة. واضح إن شاء الله تعالى. نعم نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة مكتوبة؟ اكتب سؤالك. لا قلنا في البداية هذا ما عليها عدة هذا. أي لا خلاص، غير المدخول بها طلاقها لا يعد سنية ولا بدعي غير المدخول بها. طيب قول السائل أو السائلة، هذه عن يعني خارج الموضوع ماشي، هل يقع طلاق الغضبان أم لا، وهل يوجد فرق بين الغضب الشديد والقهر؟ هذا تكلمنا فيه، أكتب مبكر الظهر. إذا تلفظ الرجل بالطلاق ولم ينوه ولم يكن في حالة سكر أو نوم قياسا بحالة الغضبان هل يقع؟ قلنا إذا تلفظ الطلاق ولا يريد لفظ الطلاق، لا يريد لفظ الطلاق، مثل اللي قلنا ضحكت عليه زوجته مثلا، أو رجل قال يعني مثل الآن لما قلت لك الحين أنا زين لما أطلق زوجتي، الآن لما أقول لكم أنا الحين لو طلقت زوجتي هل تطلق زوجتي؟ ما تطلق زوجتي، عارف شلون؟ لو قلت زوجتي طالق ما تطلق، ما قصدت الطلاق الآن أنا. طيب هذا لا يقع قطعا إذا لم يقصد اللفظ، أما إذا قصد اللفظ قصد الطلاق لكنه قاله على سبيل الهزل، هل قلنا الهازل؟ فقلنا إنه يقع، وقد جاء في حديث فيه كلام في صحته، وهو 3 جدهن جد وهزلهن جد، فالطلاق والعتاق والرجعة، وفي رواية النكاح، لكن على كل حال هذه الأمور ما فيها هزل، ما فيها هزل، يقع الطلاق. طيب ما الفرق بين الطلاق في طهر مسها فيه وجامعها فيه؟ لا المقصود بالمس الجماع، المقصود مسها فيه أي جامعها فيه. هل يجوز الطلاق إذا كان الرجل في بلاده والمرأة في بلاد أخرى؟ نعم يقع الطلاق إذا طلقها حتى لو مو موجودة، حتى لو ما سمعت
واحد جاء لأصدقائه قال زوجتي طالق، يقع الطلاق، مو لازم تكون عنده أو تسمع أو تكون في بلده، لا ليس بلازم. ذكرتم أن الخلع أحد صور البينونة الصغرى، فهل تكرار الخلع يجعل بينونة كبرى؟ أبدا، لا، الخلع يقع واحدة فقط، لأن خلع فسخ ليس طلاقا، الخلع فسخ، وين جاء بلفظ الطلاق فهو فسخ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، في قضية هند هذه، امرأة أصيبت بالإيدز بسبب فساد زوجها، صبرت عليه من أجل أولادها، فما حكم هذا الموقف؟ يعني كان يجب عليها أن لا تصبر حقيقة، ما كان يجوز لها أن تصبر على هذا الرجل، لأنه يعني شو أذاها الآن والعياذ بالله، يعني أصابها بالإيدز، لا حول ولا قوة، نسأل الله لها الشفاء. طيب هذان سؤالان خارج الموضوع، في أحد عنده سؤال داخل الموضوع؟ أو يلا، الآيسة التي خلاص ما قامت تحيض، كبرت، الكبيرة التي انقطع حيضها، مثل أمي أمك وكذا، ما أدري عن أمك، أنا أمي أنت كذا، ما أدري عن أمك كم عمرها، تفضل. لحظة هني، حرام لكن يقع، لكن لو قائه ذكرتني جزاك الله خير، لو قالها على سبيل التأكيد لا على سبيل التكرار، كان يقول لها أنت طالق طالق طالق، إن قلت ثلاث قال لا أنا بأكد، لا خاف ما سمعت، أردت أن أؤكد، يعني الثانية والثالثة كانت على سبيل إيش؟ التأكيد لا التكثير، فإنها تقع واحدة. إذا قال على سبيل التأكيد أنت طالق 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 طالق، قلنا والله كم واحدة؟ قال لا واحدة بس، أنا حبيت أؤكد، لا خاف تقول لي شنو قلت شنو قلت أو كذا أو طالع أو مدري شنو، لا طالق، عشان قلت على سبيل التأكيد فهي تقع إيش؟ واحدة، لكن إذا قال على سبيل التكرار تقع إيش؟ تقع ثلاثا. إيش عندك؟ يطق في نفس الوقت يقع، كيف؟ لا ليش بينونه؟ يقع الطلاق لكن تبقى رجعية في العدة، يقدر يرجعها قبل ما تولد لكن عدتها طويلة أو قصيرة حسب، يمكن تحيض تولد باكر. تفضل. حسب، الطلقة الأولى والثانية راح يأتينا كلام عن الرجعة بكرة، لا تستعجل. سم، أعد خالعت من زوجها، أيوة، عقد جديد، كل شيء عقد جديد. طيب تفضل. حتى يأتي إيه، لكن تطلق على طول، إذا طهرت تكون طالق خلاص. طيب يقول إذا طلبت الطلاق، إذا طلبت الطلاق من زوجي بسبب سوء تصرفاته ومزاجه السيء، هل أنا آثمة؟ لا تأثم، إذا كان لسبب لا تأثم المرأة. إذا هجر الزوج زوجته سنتين هجرا تاما هي وأبنائها لأنه تزوج من أخرى، فما حكم الشرع؟ هل هو ظالم؟ نعم ظالم لا شك في هذا، وأنا لا أدري عن الظروف يعني، لكن لا شك إذا هجره وأبنائها أيضا لا شك أن هذا ظلم حرام لا يجوز. فقط مثلا نبه قضية الإيلاء، أن الإيلاء، نبه أحد الإخوة على أن الإيلاء يعني الأصل فيه من التألي وهو الحلف، وهو أن يحلف الرجل، هذا الأصل في الإيلاء، لكن لو لم يحلف الرجل واعتزل زوجته لم يأتي أربعة أشهر هذا له حكم الإيلاء، وإن كان لا يسمى باللفظ لكن يأخذ حكم الإيلاء في هذه المسألة. طيب تقول هل تجوز هذه الأدعية؟ اللهم لا تجعل لزوجي حظا مع النساء سواي. نعم يجوز، هذا الدعاء واحد نحيس، يعني واحدة نحيسة، يعني لا تجعل لزوجي حظا مع النساء سواي أنا. طيب إذا متي أهم نفس الشيء بتعلقينا، الله المستعان. والثانية تقول اللهم اجعل زوجي متعلقا بي وزده ذلك، ما ادري شنو معي، ما مو واضح الكلام الثاني، لكن على كل حال يعني واحد يقول اللهم اكتب لي الخير، بس قد يتعلق بك وانت بعدين ما تحبينه او ما تريدينه، اطلبوا الخير، الانسان يطلب الخير. هل يجوز يا قول
قول يا حنان حنن قلب زوجي لي. شو مسوين بحريمكم انتم؟ كنت شكون منكم الله يسر منكم. طيب يجوز يجوز ان الحنان لا يجوز، لكن ليس من اسمائه سبحانه وتعالى الحنان، لكن على سبيل الوصف. هند قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فقال خذوا من ماله ما يكفيك انت ولدك بالمعروف. قال العلماء لعل هندا تجاوزت في الوصف، وذلك لان هندا كانت من الاثرياء ومن بيت غنى فبالغت في الوصف، فهل يجوز ان اخذ من زوجي ما كنت اخذه من والدي مثلا؟ ابي كل سنه يسفرنا. لا لا ما يجوز، لا تاخذ فقط عند الحاجه، والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحين انا اسالكم. اي نعم يلا. طيب من يشارك؟ انت شاركت قبل ذلك واخذت جائزه؟ لا شاركت مع الشيخ. طيب معي شارك يلا. اذكر صور الطلاق البدعي الاربعه مع ادله كل فريق، زين، والرد عليها. أربع صور طلاق البدعي، واحدة نفساء والحاض، شوف قربت، إيه في طهر جامعها فيه في مجلس. تفضل لك تشارك. طيب ما هو الطلاق السني؟ طلقها وهي حامل، ايه في طهر. طيب والعدد كم طلقة؟ واحدة. تفضل والله اعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.